بعض المواقع الإلكترونية نشرت أن الجزائر النفطية انتهت، لأنها صدرت فقط 290 ألف ولا 99 ألف ببري انت برميل نفط يوميا، والرقم هذا ما على باليش هذوك منين جابوه، ولكن خطأ. الاحتياط اللي موجود، الإنتاج أو قدرة الإنتاج سواء نفط ولا كهرباء ولا توزيع غاز ما عندناش مشكل. الأمن الطاقوي يعني مضمون لعشرات السنين، ما فيهاش مشكل. مشكل ذوك نتاع المداخل نتاع التصدير هذيك حاجة أخرى، ولكن إحنا النفط الدعم اللي يروح للخزينة الدولية وشن هو؟ هو الجباية. الجباية تتحسب حسب الإنتاج في الحقول، والجباية أعطينا الأرقام على كل حال لخلال 2000 نظرا للأزمة الحالية كان أكثر من 1880 تقريبا مليار دينار جزائري. هذه هي الجباية النفطية اللي دخلت الخزينة.